لكم. Thank you very much. Good afternoon, Madam Rajavi. السيدة مريم رجبي هنا. هدى أبدأ من النهاية حين أنتهي بملاحظات في هذا الاجتماع، لأنني من الهام أن نصل إلى الموضوع بسرعة، وهو سياسة المعارضة للسياسات للولايات المتحدة لإطاحة بنظام آية الله في طهران. الآن الحقيقة طوال سنوات دفاع الشعب الإيراني تحت هذا معاناة الشعب الإيراني تحت هذا لم تكن كافية لحصول على الدعم الدولي. تحدث الكثيرون عن مشكلات الشعب الإيراني لكنهم لم يفعلوا شيئا بخصوصها. يجب القيام بشيء أكثر. أظن الحكومات الغربية يجب أن تكتشف أن نظام الملاري ليس فقط قمعيا للشعب الإيراني، بل أيضا يتحدى أيضا الأمن الوطني للدول الغربية، وهذا يمكن أن نحمس الحكومات. وهناك بعض التطورات الرئيسية منذ المرة الأخيرة اجتمعنا فيها هنا لتعكس هذا بسرعة. الأولى هي حلوف تحالف بكين وموسكو التي تعتبر إيران أحد رعاته، وتأمين ظروف جديدة لسياسة الولايات المتحدة، وما حصل في 7 أكتوبر تطور جديد ومحطة جديدة من أجل معارضة النظام الإيراني المسؤول عن هجمات حماس. العلاقة بين بكين وموسكو نراها بشكل واضح عبر حلفاء في أنحاء العالم. نشأ إيران تبيع الدرونات المسيرات لروسيا لتستخدمها ضد أوكرانيا. نسمع موسكا في الأسبوع الماضي موسكو أن روسيا وإيران على وشك توقيع ما يسمى اتفاقية كبيرة للتعاون الدولي. Because of the unprecedented upswing in Russian-Iranian relations. وأظن أن هذا يعني أننا نواجه خطرا إلى جانب خطر كوريا الشمالية، وهو أن روسيا اليوم ستتجاهل كل العقوبات وعقودا من العقوبات من أجل تزويد إيران بالتكنولوجيا كما تفعل مع شمال أمريكا. لن يتعاونوا في سبيل تطوير صواريخ البالستيكية، والآن لديها هناك مشاركة فعالة من روسيا والآن من الصين، ما يزيد من احتمال خطورة النظام الإيراني لا فقط في الشرق الأوسط بل في أنحاء العالم. وأظن أيضا كما نرى إلى هذه الجهود بين موسكو وبكين، يمكن أن نرى أن العقوبات أن الأنظمة المعاقبة ضعيفة أمام رأينا ذلك في روسيا أمام العقوبات الأمريكية، ولم تفعل شيئا من أجل منع روسيا من الاستمرار في اعتدائهم على أوكرانيا. مدعومة لا فقط من قبل إيران أيضا كوريا الشمالية. هذا الضعف في نظام العقوبات يجب أن يخبرنا كل شيء يجب أن نعرفه عن نتائج إذا لم نقم نصل إلى سياسة واضحة للإطاحة بالنظام الإيراني، فالنظام سيستمر بالوجود. وإن لم يكن كل ذلك كافيا، الهجمات البربرية على إسرائيل من قبل حماس في 7 أكتوبر يجب أن تخبرنا جميعا، لأن هكذا تعمل إيران مع خصومها، هكذا تعمل معهم. استراتيجية دائرة النار موجهة بداية نحو إسرائيل، قد تم تطبيقها من قبل فيلق القدس والحرس الثوري، لكنها ليست فقط في إسرائيل بل أيضا في دول الخليج وفي الشرق الأوسط وفي النهاية الولايات المتحدة. تعكس سياسة الاغتيالات والتهديد لا فقط في الشرق الأوسط بل في أوروبا وأمريكا، وتسعى إلى أهداف تتجاوز الأهداف الرئيسية. لهذا إيران تمتلك برنامج نووي، لهذا إيران تطور صواريخ باليستيكية طويلة المدى. هذا شيء
الدول بدأت تأخذه بعين الاعتبار، وهذا تهديد واضح لأعداء إيران في أنحاء العالم. لذا ما إن قررنا بناء على وقائع الجيوستراتيجية لا فقط ما يحصل في إيران هناك، لكن ننظر إلى الصورة الأكبر، تهديدات لأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. علينا أن نسأل بعض الأسئلة الصعبة حول كيف سنغير هذا النظام. الحديث عنه أمر وتطبيقه أمر آخر. كيف ماذا على المعارضة أن تفعل من أجل تحقيق هدفها؟ نعلم أن المقاومة الإيرانية لديها شبكة واسعة داخل إيران. لم أخبركم بأكثر من 20 عاماً تتبعت عن قرب ما قالوه حول النظام النووي الإيراني. لم يقوموا مرة أطلقوا معلومات علنية لم تكن حقيقية، وهذا سجل هائل من النجاح لمنظمة تجمع استخبارات لا تتبع الحكومة وهم تشهرون في منحى إيران. هذه القاعدة التي يمكن أن نبني عليها من أجل مساعدة الشعب الإيراني لتحقيق ما يريدونه، وهذا بالطبع أول مبدأ عند المعارضة. يمكن الكثيرون في الخارج قالوا بكثير، لكن هذا لمنفعة الشعب الإيراني. نحن لا نتحدث عن الإطاحة بحكومة إيران، لأن استراتيجيتنا هي استراتيجية الشعب الإيراني الذي نحاول مساعدته في تحقيقها. أظن الطريقة لتحقيق ذلك بصورة فعالة، لكن أكثرها فعالية، هو التفكيك على التفككات في قمة هرم الجمهورية الإسلامية. لكم واضحين، آية الله خامنئي يزداد بالعمر وصحته متدهورة، ولم يكن ولا نقطة أهم من لإسقاط نظام دكتاتوري عندما يكون رأس الهرم متعبا. لكن يبدو أنهم لجد رأوا الرئيس والإمام المقبل مات. نعلم أنهم دمويون، ونعلم أن هذا النظام أن المخاطر على، لكن لا تقلل أبدا من قوة الطموح الإنساني. فكما الحرس الثوري وقد فارق الثوري يعانون ويتشاجرون بينهم البعض، وهكذا وأظن أن هذا ما نبحث عنه. نبحث عن مظاهرات سلمية لتحقيق ذلك، لكن علينا نبقي بوضوح أن الأمور قد لا تنتهي بشكل سيء، والتحرر من هذه النظام سلطة قمعية سيكون هناك سلطة للشعب الإيراني، رغبة للشعب الإيراني أن يستفيد من قدراته دافع عن نفسه، ولا أن يكون فقط عرضة للقمع من قبل النظام. الثورات دائما دموية عادة، لكن هذا لا يعني أن هناك تدخلا خارجي. ليس هذا ما أقوله، لكن المعارضة بإمكان استخدام الدعم المادي والمالي والكثير من أشكال الدعم، علينا أن نقدمها. بخصوص علينا زيادة العقوبات التي تفشل خلال هذه السنوات الماضية. علينا استخدام هذا الشعار الضغط الأعلى، وقد استخدمته أنا لو كنت في حكومة، لكنه ليس فعالا كما هو الآن. وما إن تزداد وتطبق عقوباته بشدة، لا فقط جزء من عملية قانونية، لكن أندرو ويلسون كما وصفها أندرو منذ عام 100 عام بأن عقوبات سلاح حرب وبدون قوة عسكرية وتستخدم ضد المعارضة. بعض الناس يقولون يمكننا التعامل مع الآلي، لا نريد كل هذه الشؤون فقط لنتابع حياتنا. هذا شأن خاطئ.
بعكس ما يقول الكثيرون أن نظامه في طهران لم يعتدل منذ 54 عاما، وكشف أن النظام المدني ازداد قوة وسطوة وقمعا. إنهم يدركون حتى إن لم نفهم أنه ليس على لا يمكنهم أن يصبحوا أكثر اعتدالا في حين لم يدمروا أساس دعواهم للشرعية، وهذه هي معارضة. لا يمكن التنازل أمام هؤلاء أمام آية الله، يجب فقط إطاحة بهم، وهذا هو الحل الوحيد. في لحظة هامة لابد من الاستمرار، قضية ضد آيات الله تزداد، ولا بد من إقناع الحكومات الغربية. لدينا الحجج كلها، ناقشت بعضها الآن، ونعلم ما هي النتيجة.